إذن بالحالة هاي هون صار عندنا هذا، بدنا نحسب الإفشنسي هون. فقلنا هون عندي الـ output electrical power 2.2، الـ input mechanical power نص رو اللي هي 1.225، 120 على 62، 60 تربيع في باي بتعطيني 11309 متر مربع، والسرعة اللي هي 9.6 تكعيب. هاي نقطة مهمة هون، شو عملنا؟ أنا اضطريت لأنه أنا رايح على منطقة بدي أركب الويند تيرباين فيها، المتوقع إنه الريتد سبيد تبعت الويند تكون أقل، شو اضطريت أعمل؟ أستعمل بليدز أكبر عشان تقريبا أجيب نفس، ولذلك هدول الـ IEC اللي موجودة هون هي وصف لسرعة الرياح المتوقعة، في ستاندردز معينة أو تيبلز من الـ IEC International Electrotechnical Committee بتوصف سرعة الرياح المتوقعة في هاي المنطقة. فهون طلع عندنا هذا الرقم اللي طلع معكم 6.1 ميجا واتس، مش هيك؟ فالإفشنسي تبعت هذا الويند تيرباين اللي هو ال 120 أو ال V 120 صارت 2.2 ميجا وات، لأن عندي الأوتبوت 2.2 ميجا وات إلكتريكال على 6.13 ميجا وات. قديش طلعت معكم؟ 35.9 تقريبا 36%. فهون هاي النقطة هي المهمة، ولذلك هو أعطاك رينج، أعطاك رينج بحيث أنك تشوف حسب سرعة الرياح المتوقعة، إذا حظك منيح وسرعة الرياح أعلى في المنطقة بإمكانك تشتري التيرباين الأصغر، إذا سرعة الرياح أقل بدك تضطر تشتري التيرباين الأكبر حتى تعود وتحقق تقريبا 2 ميجا وات في الحالتين.